الأزرار والإعدادات. الأزرار الموجودة على الجهاز. أزرار الاتجاهات التي توفر تجولكم داخل القائمة. زر التأكيد في اختيار القائمة. زر الرجوع المستخدمة في العودة للخلف. أزرار التقريب والأبعاد التي ستقومون باستخدامها من أجل التدقيق في المخطط البياني ثلاثية الأبعاد بشكل أكثر تفصيلاً. زر مود الذي يقوم بتوفير انتقالكم إلى قوائم مختلفة مثل التفاصيل والعمق في التدقيق بالرسم البياني ثلاثي الأبعاد. زر القدرة الذي يوفر فتح وغلق الجهاز. زر المباشرة بالاستخدام بقياسات يدوية والذي يحتل مكاناً تحت عمود تثبيت الجهاز. يحتل مدخل سماعات الأذن مكاناً في الطرف الأيمن من الجهاز، كما يحتل مدخل الشاحنة مكاناً في الطرف الأيسر. أشحن الجهاز من خلال محول الشاحنة فقط الذي يتم إعطاؤه مع الجهاز. سيشتعل مصباح شاحنة البطارية الموجودة على الجسم الرئيسي وتنطفئ باللون الأحمر أثناء وجود الجهاز في الشحن. سيشتعل اللون الأحمر بشكل ثابت في حالة امتلاء البطارية بشكل كامل. يمكنكم رؤية مستوى البطارية للجهاز في الشاشة. توجد حلقة الإعداد الدائرية من أجل ضبط طول المتحسس في القسم الأيسر الأسفل للجهاز. سيكون المتحسس التلسكوبي مغلقاً أو يمكنكم ضبط الطول واستخدامه حسب طولكم. قسم الإعدادات العامة للجهاز. التفعيل. أدخل إلى تطبيق الأرقام الذي يحتل مكاناً في الشاشة، أو قوم بقراءة رمز المربع في الشاشة من أجل إحضار تطبيقات المحمول الخارجي العائدة للجهاز إلى حالة فعالة. إن الأرقام التي تحتل مكاناً في هذه الشاشة هي في نفس الوقت عبارة عن رقم الهوية العائدة للمنتج. الإعدادات الإقليمية. يمكنكم في هذه القائمة القيام بتغيير المنطقة الزمنية ووحدة القياس التي ستقومون باستخدامها. المظهر. يمكنكم أن تقوموا بتغيير لون خلفية الشاشة بالتدقيق في الرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد وموضوع قائمة الجهاز. الصوت. يمكنكم فتح وغلق وضعية الاهتزاز، كما يمكنكم القيام بإعداد مستوى الصوت للجهاز. إعدادات الجهاز. إعدادات المصنع. يمكنكم في هذه القائمة العودة إلى إعدادات المصنع، كما يمكنكم مسح البيانات المسجلة في الجهاز. يمكنكم تصفير جميع الإعدادات في حالة مسح البيانات الموجودة في الذاكرة، أو العودة إلى إعدادات المصنع كما يمكنكم استرجاعها مرة أخرى. معلومات التجهيز. يمكنكم رؤية المعلومات مثل مستوى درجة حرارة المشغل والذاكرة ومعلومات التجهيز مثل المشغل والمتحسس المستخدم في الجهاز. معلومات البرمجة. يمكنكم رؤية معلومات التحديث والإصدار العائدة للبرمجيات GTOS الذي تم إحضارها بشكل خاص من أجل ديسكفري. المساعدة. يمكنكم في هذا القسم رؤية الأسئلة والأجوبة العائدة لأسئلتكم ومقاطع الفيديو الخاص باستخدام ودليل الاستخدام العائد للجهاز.